السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. البداية العناوين: المنتخب الأولمبي يخسر من كوريا والفرص تتضاءل. الاتحاد يقيل مدربه وعبد الغراب البديل حتى إشعار آخر. والجماهير الاتحادية بين مؤيد ومعارض وتخوف من التوقيت. عودة جمال فرحان للإشراف على كرة القدم بالنادي. ومصادر تؤكد مفاوضات مع أحمد جميل لقيادة الفريق الأول. جماهير نصراوية تجتمع في النادي وتطالب بتغييرات عاجلة. وإدارة النصر توضح عبر الملعب ما حدث في العريجة. نفاذ تذاكر الإنترنت لديربي جدة وطرح البقية يوم الأربعاء. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين التفاصيل، نرحب قبل ذلك بضيفنا في الاستوديو مدير المكتب الرياضي في الرياض زميل محمد الذايدي. مساء الخير محمد، أهلا وسهلا فيك. مساء النور أخوي عادل عليك وعلى السادة المشاهدين، وشاكر الاستضافة. أهلا بك، سينضم إلينا إن شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج من جدة الكاتب في صحيفة الرياضي سامي القرشي. نبدأ بما لدينا من تفاصيل، نبدأها أولا بالتأكيد بالمنتخب الأولمبي الذي اليوم خسر في كوريا بهدف دون مقابل. هذه الخسارة أضعفت الأمال السعودية في التأهل المرحلة القادمة، ولكن الأمل ما زال باق، خصوصا بتعادل المنتخبين الآخرين أيضا في المجموعة في مباراة اليوم. هدف المباراة الأخير ولحظات من هذه المباراة. هدف وعليه ثلاثة، وبدأ اللقاء حبة الكرام والجمهور الكوري يؤازر منتخب بلاده بشكل جيد بحضور ممتاز. الكرة لصالح إبراهيم غالب إلى أولمبياد لندن، يعني رحلة طويلة إلى صاحب المركز الثاني. كرة خاطئة ممكن منتخبنا، الله غطاها حارس المرمى بشكل جيد. انطلاقة سريعة لمنتخبنا، سلمان فرج تطول الكرة عليه وإلى خارج الملعب، سريعة لصالح منتخبنا الأولمبي. السلام عليك، احنا شوية، هذا الهدف شوتها، خلصها خلصها الله يخليك. وبالتالي الشوط الثاني لكل حادث الحديد، وفي دفع في خطأ ثلاثا، نأمل أن لا تعود هذه الكرة مرة أخرى. في ركلة جزاء، سيوعة التنفيذ، وبسهولة على يسار حسين شعان، تو يونغ تشول يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الكوري. تقدم كوريا ايضا بهدف للا شيء. تعود هجمه كوريه الان وسط تغطيه من دفاع منتخبنا الاولمبي، خطيره جدا، حسين شعان يسدها والى خارج الملعب. ليس خطيرا الى درجه الرعب منتخب كوريا، نواف العابد يسدد قويه ولكن الى يد حارس المرمى. عرضيه امام المرمى والراسيه تمر الى خارج الملعب الى كل صاحب الهدف يمر رجعت اليسار، واحد من هجمات الكوريه القليله جدا في الشوط الثاني. واثنين من المنتخب الاولمبي، الكره السريعه تاتي الى البديل وتمريره متقنه ومحاوله، ولكن ايضا غير جيده التغطيه وتعود على منتخب الاولمبي. الى اليمين الجيزاوي، هجمات الدقائق او الثواني الاخيره كسابقتها تنتهي، والصافرة أحبة الكرام تنهي اللقاء. إذا المنتخب يخسر اليوم وبالتأكيد يبقى في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط حصل عليها من تعادل أمام قطر في المباراة الأولى، خسر الثانية أمام عمان، وها هو يخسر أيضا الثالثة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ما يعني الجيد في الأمر اليوم تعادل المنتخب العماني والقطري بهدف لهدف، وبذلك ربما الآمال تعود من جديد إلى صف المنتخب السعودي، على وعسى أن يعني تنتج المرحلة القادمة عن وضع جديد للمنتخب الأولمبي في هذه المجموعة، بانتظار عودة التصفيات في شهر
فبراير تقريبا يوم 5 فبراير سيلعب المنتخب السعودي هنا مع كوريا الجنوبية. طبعا المنتخب السعودي اليوم غادر الساعة 6:00 تقريبا المغرب اليوم بتوقيت السعودية متجها إلى قطر ومن ثم إلى السعودية، وحتى الآن الرحلة لم تصل حسب ما علمنا. محمد، برأيك هل ما زال الأمل بقية أم أن المؤشرات تشير إلى أن يعني القادم لن يكون أفضل من الماضي؟ والله لا شك يعني صراحة الخيبات الكرة السعودية مستمرة، النكسات اللي تتعرض لها المنتخبات السعودية يعني مستمرة، هذا مؤشر ان يعني احنا في تراجع. يفترض انه يحفز القيادات الرياضية والمسؤولين عن المنتخب السعودي المنتخبات السعودية عموما، يحفزهم لعمل يعني ما صراحة النتائج اللي احنا ناظرها في السنوات الأخيرة لا تليق صراحة في اسم الكرة السعودية. نعم. كاسم يعني عريق وتاريخ في المسابقات الآسيوية سواء أندية أو منتخبات. نعم. يعني اللي أقوله أنا أنه ما زال صراحة الخيبات مستمرة، ما زالت النكسات مستمرة. اليوم احنا كنا نؤمل على المنتخب الأولمبي أنه يعني يعوضنا نوعا ما، ولكن يبدو أن العقدة عقدة التصفيات الآسيوية وعقدة المنتخب العماني الدوام اللي فيها اللي ما زالت تتراوح فيها الكره السعوديه سواء منتخب اول او منتخب لوبي، ما زلنا يعني في نفس الدوام، ما خرجنا منه، ننتظر نتائج اخرى، ننتظر امل يذهب الامل ويرجع. يعني ما هو هذا المنتخب السعودي ولا هو يعني امل الجمهور السعودي يعني على الاعداد والاستعداد وعلى الاهتمام اقصد الاعلامي في الرياضه السعوديه، يعني ما تواكب النتائج الحقيقه. مع ايماني انا ان الكره السعوديه الحقيقه لا تنقص المواهب كلاعبين، طيب، ولكن المشكله في انه هؤلاء المواهب يعني ما وظفوا توظيف صحيح، ما استثمروا استثمار صحيح. يعني احنا لو جينا مثلا حتى على المنتخب الاول، احنا كنا نتكلم كثير، تكلمنا حتى على مستوى المنتخب الاول يعني. نعم. المواهب موجوده، طيب وين المشكله فيها؟ المشكله فيه نعيد ونقول اعداد المنتخبات السعوديه غير جيد الحقيقه. يعني يعني بعد كاس اسيا في قطر احنا قلنا هذه مرحله جديده للكره السعوديه. نعم. اقصد اللي خرجنا منهم التصفيات بنتائج صراحه يعني ما تليق باسم الكره السعوديه. انتظرنا يعني حركه تصحيح كبيره للكره السعوديه، يعني لان ما تعرضت لها الكره السعوديه كان يعني صراحه مخزي بكل بكل العبارات صراحه، ما نلاقي اكثر من كلمه مخزي يعني اللي تعرض للكره السعوديه. فانتظرنا انه يكون في رده فعل صراحه من القيادات الرياضيه، ولكن ظلت يعني 7 أو 8 شهور المنتخب السعودي اللي خرج من كأس آسيا بهذه النتائج السيئة بدون مدرب بدون إدارة منتخب. يعني لما يعني الإدارة الحقيقة الموجودة الآن في المنتخب إدارة جيدة سريعة دائما محمد، دائما قرارات انفعالية ما تكون مفيدة، القرار اللي يكون يعني هادئ ويأخذ وقته هو أنت اللي تجامل عادل؟ شلون؟ أنت تجامل؟ لا ما جاء نسألك أنا، لا أنا أطرح هذا كسؤال. لا شوف أقول لك شيء عادل، على فكرة أنا ماني ضيف زيك، أنا لا لما تكون 8 شهور أي رأي كسؤال يعني. شوف كسبع شهور وثمانية شهور وين ردة الفعل السريعة؟ أنا أقول لك ما سبع شهور، أنا أقول لك ردة الفعل السريعة يقال أنها دائما تكون انفعالية وما لها نتيجة، بس سبع شهور كل ما كان القرار هادئ ومتزن والبحث يكون أكثر أفضل كل ما كانت المسألة نتائجها أفضل. هذا الرأي اللي يطرح. سبع شهور عشان تجيب مدرب تحط إدارة منتخب، هذه ردة فعل سريعة دي ولا بطيئة؟ هذه سلحة فاتية، لا هي بطيئة ولا هي سريعة دي. أنت تعرف كمسؤول عن المنتخب السعودي عندك تصفيات مع فيتنام اول مباراه لك، تعرف تاريخها يبدا انت وتعرفه من سنتين. انت طيب تتكلم عن المنتخب الاول ولا عن لا المنتخب؟ لا انا اتكلم عن المسؤولين عن المنتخبات السعوديه انهم صراحه طريقه تعاملهم مع منتخباتنا الى الان. طيب الاولمبي يعني وش المشكله معه؟ وش تعاملوا معه بشكل خاص؟ والله شوف المشكله صراحه انا كنت لي تحفظ على المدرب، مع احترامي للمدرب الوطني لكن كان لي تحفظ مع مدرب المنتخب السعودي. انا كنت اتمنى انه يكون يعني مدرسة واحدة بين ريكاردو والمنتخب الأولمبي، تلاحظت في لاعبين في المنتخب الأولمبي يشاركون في المنتخب الأول، فكان يعني كنت آمل إنه يكون في تناسق بين المنتخبين. بس يعني طيب نروح لموضوع ثاني. احنا قبل ما نروح موضوع ثاني نقول نأمل إن شاء الله، معلش أخي عادل، ها نأمل إن شاء الله ها تحسن في المستويات، تحسن في النتائج. يعني فعلا في أخطاء لازم نتكلم فيها، يعني سبع شهور تقعد ما تجيب مدرب للمنتخب معناته وش هذا؟ معناته أنت عملك صراحة غير سليم. عموما نذهب الى موضوع اخر ونغلق ملف المنتخب، نتمنى له ان شاء الله التوفيق في قادم الايام. في الاتحاد اعلن اليوم الاتحاديون اقاله مدربهم او الاتفاق مع المدرب على انهاء الارتباط به بالنادي والجهاز المساعد له ايضا بنهايه شهر فبراير او نوفمبر عفوا الجاري بالتراضي. واعلنت الاداره اليوم ايضا اسناد المهمه
الجديدة مؤقتة للمدرب الوطني عبد الله غراب لحين التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم في النادي ظهرة هذا اليوم بحضور رئيس مجلس نائب رئيس مجلس الإدارة، وطبعا بالتأكيد بحضور برئاسة رئيس النادي، وبعد بحث واستعراض أوضاع الفريق في ظل النتائج الأخيرة وحفاظا على مصلحة الكيان الاتحادي كما يشير الآن البيان الصادر من الاتحاد، تم الاتفاق مع المدرب على الإنهاء بالتراضي. رئيس مجلس الإدارة أوضح اليوم أن هناك عدد من الأسماء المطروحة أمام مجلس الإدارة، وسوف يتم إجراء مفاضلة بينهم لاختيار المدرب الأفضل الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة والرؤية المستقبلية لمجلس الإدارة والتطوير للفريق وإعادته إلى مكانته الطبيعية. أيضا رئيس النادي اليوم عقد اجتماعا مع المدرب الوطني عبد الله غراب بحضور مدير الفريق عبد الله فوال، وتم خلال الاجتماع منحه كافة الصلاحيات لاختيار الجهاز الفني المعاون له، وسوف يستلم مهمة الإشراف على الفريق ابتداء من تدريب اليوم الأحد. الأنباء تشير أيضا اليوم أن جمال فرحان سوف يعيد، حسب ما أكدت بعض المصادر لنا، بأنه سوف يعود مرة أخرى للإشراف على كرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيل ديمتري، حيث نعلم جميعا أن خلافات نشبت بين الطرفين خلال الفترة القادمة، وبرحيل الطرف الأول وهو المدرب تكاد تكون عودة جمال فرحان للإشراف على الفريق الأول قريبة. أشارت أيضا بعض المصادر إلى أن الإدارة تجري الآن مفاوضات مع الكابتن أحمد جميل قائد الاتحاد واحد العاملين في النادي حاليا في الفئات السنية. أشارت بأن الإدارة قدمت طلبا لأحمد جميل بتواجده خلال الفترة القادمة كمدير للفريق الأول، حسب ما أشارت بعض المصادر. كل هذه الأمور سوف تتضح مستقبلا. المصادر أيضا أكدت بأن ثلاثة مدربين أوروبيين تحت مجهر إدارة الاتحاد، أحد المدربين الثلاثة هو مدرب لأحد المنتخبات الأولمبية الأوروبية حاليا في أوروبا. على الهاتف أرحب بمدير المركز الإعلامي الزميل سعد مشيخ. مساء الخير سعد. أهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. اليوم الإدارة تتخذ هذا القرار وتقول أنه بالتراضي، من كان صاحب الرغبة في البداية؟ الحقيقة طبعا الاجتماع كان بين الطرفين، وزي ما تفضلت قلت أنه هو كان بالتراضي. طبعا رغبة المدرب ديمتري كانت هي طبعا اللي تقدمت بالطلب، وبالتالي طبعا رغبته في أنه هو يعني ينهي الأمر مع إدارة نادي الاتحاد كان هناك موافقة طبعا من رئيس النادي، وبحضور نائب الرئيس أيضا كان موجود معه، وتم يعني إنهاء الموضوع بكل دبلوماسية وبكل ريحية من الطرفين، وانتهى الأمر على أنه يعني ينتهي مشواره مع الفريق في هذه المرحلة. لم يكن بالإمكان البقاء حتى على الأقل بعد نهاية الديربي، يعني مسألة التوقيت ما كانت مشكلة بالنسبة للنادي؟ لا، بالنسبة للنادي ما كانت يعني مشكلة، لأنه طبعا الكل يعني كان يشاهد الاتحاد في المباراتين الأخيرتين، كان يعني في أداء غير مقنع للجماهير لإدارة النادي، ولكن إدارة النادي تمسكت بما وعدت به بأن يبقى المدرب طالما هو راغب في الأمر، ولكن بعد أن تقدم بالطلب أنه لا يستطيع أن يستمر، طبعا كان لابد أنه يتم تلبية الطلب، وانتهى الأمر على ذلك. بالنسبة لوضع المدرب المؤقت عبد الله غراب، هل اختار حتى الآن أجهزة مساعدة له؟ نعم، بالفعل هو بدأ اليوم التدريب الأول لي كمدرب مؤقت للفريق بمساعدة مدربين وطنيين. بالنسبة لمساعده الأول المدرب عادل الثقفي، هو مدرب شباب نادي الاتحاد في الأساس، يعني يشرف أو سيكون مساعدا له كمدرب بالإضافة للمهام الأخرى، ومدرب حراس هيكون المدرب الوطني أيضا علاء رواس. في أنباء عندنا سعد تقول بأنه جمال فرحان يعود للإشراف على كرة القدم، هل هذا الكلام صحيح؟ والله الفكرة مطروحة
وطبعا رئيس النادي يعني يتواصل مع الكابتن جمال فرحان. يعني انا كنت صريح معك لابعد حد، انه الكل يعلم انه في خلاف مباشر بين المدرب السابق ديمتري وبين مدير الكرة والمشرف على الكرة كابتن جمال فرحان. كابتن جمال آثر انه هو يبتعد في الفترة الحالية، وطالما يعني الامر اللي ابتعد بسببه انتهى، يعني لا استطيع اجزم بانه سيوافق على العرض، ولكن هناك بالفعل رغبة من رئيس النادي في عودة الكابتن جمال فرحان. هنالك ايضا انباء اخرى بان إدارة النادي حاليا بدأت او ربما تفكر في البدء في الحديث مع احمد جميل لقيادة الفريق الاول، لان يعني يكون مديرا للفريق الاول. لا، الحقيقة دي المعلومة مع تقديري لها معلومة غير صحيحة. كابتن عبد الله فوال مدير الفريق حتى الآن لم يطرح تماما، مع تقديرنا طبعا. تعرف كابتن أحمد جميل هو أساسا المشرف على الفريق الأولمبي، صحيح؟ فبالتالي ما أبدا لم يطرح إطلاقا اسم أحمد جميل بالنسبة للفريق الأول. يعني مدة المدرب المؤقت هل في أي تحديد، أو أن المسألة متروكة يعني حسب يعني توصلكم للاتفاق مع مدرب جديد؟ يعني بالفعل أنت تعلم أن المباريات الآن متتالية بالنسبة للفريق الاتحادي. إدارة النادي تدرس عدة ملفات لمدربين، سيتم بإذن الله اختيار عمل مفاضلة بينهم واختيار الأفضل لمرحلة الاتحاد المقبلة. لا، ما في وقت محدد حتى الآن، ولكن طبعا لابد انه يعني إدارة النادي تعي تماما ان تنهي هذا الأمر يعني بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أكد عليه رئيس النادي اللواء محمد بن داخل. نعم، شكرا لسعد مشيخ مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، شكرا لك، يعطيك العافية. هذه طبعا آخر الأحاديث من الاتحاد، وبالتأكيد على لسان المركز الإعلامي في النادي الحديث أن فعلا هناك حديث عن عودة جمال فرحان للإشراف على كرة القدم، وأن هناك رغبة من إدارة النادي لعودة جمال فرحان. بالنسبة لخبر أحمد جميل، حسب ما أكد لنا سعد بأن هذه المعلومة غير صحيحة حتى الآن، وبالتأكيد هذه آخر الأخبار من الاتحاد، ويبدو أن الاتحاد يعني على صفيح ساخن في هذه الأيام وبانتظار العديد من القرارات خلال الفترة المقبلة. ولكن بالتأكيد الجماهير اليوم خلال استطلاع من بعض المواقع الاتحادية يعني تباينت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض، ما بين يعني متخوف من التوقيت بالتحديد، لأن المباراة القادمة أو لأن يوم الخميس القادم سيشهد مباراة ديربي بين الأهلي والاتحاد، وبالتالي تخوف البعض من توقيت هذا القرار، وكانوا يفضلون أن يصدر القرار سابقا لا أن ينتظرون حتى هذه المرحلة. محمد، هل وصل الاتحاديون إلى طريق مسدود مع ديمتري يعني حسب أنه هو كان يبغى يمشي، ولا أن القرار يعني من الأصل مبيت من إدارة الاتحاد وكانت ترغب في أن المدرب هو البادئ، يعني حتى حسب ما يعني ظهر من أنباء مؤخرا بأن المسألة كانت لها علاقة بشروط ما بين الطرفين؟ والله شوف زميلي عادل، أنت يعني قبل شوي كنا نتكلم عن المنتخب قلت القرارات المتعجلة، زين الآن صراحة اللواء بن داخل يعني لما مسك إدارة دفة الأمور في نادي الاتحاد إلى الآن أداؤه غير مقنع الحقيقة، يعني مع احترام له كرجل قيادي وله خبرة عسكرية، ولكن الى الان يعني تعامله مع الاحداث اللي تحدث في نادي الاتحاد يعني لم تكن مرضيه الحقيقه للاتحاديين، ولا حتى لنا احنا كمراقبين في الاعلام. يعني كنا ننتظر من بن داخل يعني تعامل افضل من كذا لاداره امور الاتحاد، يعني بعد البطوله الاسيويه واقاله حمزه وحسن خليفه، يعني المفروض والمفترض والمنطق انه اللي يحدث العكس، انت تقيل المدرب وتبقي على المساعدين لاداره دفه الامور الى ان تاتي بجهاز كامل جديد. لحدث العكس، تفريغ المدرب من ادواته بدون يعني رغبته هو، وهذا يعني اذا قبل المدرب معناته ان المدرب ما يصلح يمشي معك، انه يقبل انك تفرض عليه شروطك.
واذا ما وافترض انه ديمتري ما يقبل اني انا تشيل المساعدين، انا اللي ابغى المساعدين هذه، كان يفترض من علاء بن داخل يعني بعد البطوله الاسيويه يشيل الجهاز كامل. يعني الاتحاد او اداره الاتحاد غامرت بالابقاء على ديمتري. طبعا ضيعت الوقت، لانه كان بالنهايه الكل كان يستشف بعد اقاله حسن وحمزه، الكل كان يستشف ان الدور على ديمتري حادث لا محاله. طيب ليش الاتحاد ابقى؟ هل هي قناعه فنيه بانه يبغون استقرار ولا في شيء؟ خطا اداري. انا قلت لك بن داخل يعني الان يتعامل مع القضايا الاتحاديه صراحه بشكل غير مقنع. المؤمل كان اول ما جاء بن داخل رجل قيادي ورجل معاصر في الاتحاد من فترات طويله، كان الشارع الرياضي والجمهور الاتحادي على وجه الخصوص كان ينتظر اداء افضل من كذا للواء بن داخل، لكن يبدو لي انه بدايه رئاسته فتختلف الموضوع، يعني عنده حسابات، عنده توازنات، مسألة خبره مثلا، خبره في، شوف هو كخبره رجل عملي لا يعني ما نقدر احنا نقول مش خبره، لكن في الانديه، في اداره الانديه، اي في اداره رئاسه الانديه واداره ازمات الانديه لما يحدث لك ازمه صراحه ما كانت مقنعه، انا بالنسبه لي انا طيب. على الاقل لم تكن مقنعه. كان يفترض اول حاجه انت تشيل على طول الجهاز الاداري، الجهاز الفني كامل. شوف انت حصل بعد كذا ايش؟ حصل مشكله بين جمال فرحان وبين ديمتري. الان يعني انا اثق في مصادركم صراحه في الملعب، لان دائما ما تصدق حتى لو انكر ذا اصحاب الشان. عوده جمال فرحان وهذا يعني يدلك على الارتباك الحادث في القرارات في اداره نادي الاتحاد. ويدل زي ما تفضلت اخوي عادل على يعني قله الخبره في الاداره، في اداره نادي الاتحاد. ولكن ترى على فكره الاتحاديين مؤملين جدا ها، ويثقون في ابن داخل انه ممكن مع الايام يتمرس. ترى على فكره هذه حدثت في جميع رؤساء الانديه في دوري زين، اول ما يبدو اول موسم لهم تلاقي عندهم اخطاء ويتلافونها بعد كذا. طيب. ولكن هل الجمهور الاتحادي سينتظر حل هذه المشاكل؟ هنا النقطه. طيب. على الهاتف ارحب ايضا بالكاتب الرياضي المعروف زميل عثمان مالي. مساء الخير ابو صهيب. اهلا وسهلا، مساء الخير ابو تركي، ومساء الخير للزميل محمد، مساء الخير للمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك ابو صهيب. كان لك كتابات في الفتره الماضيه يعني في مواقع التواصل الاجتماعي عن الوضع الاتحادي، اليوم يعني ناخذ راي اكثر من طرف حتى تكون الاراء يعني من اطراف مختلفه علنا ان نصل الى نقطه التقاء. بصفتك متابع ويعني نستطيع ان نقول للشان الاتحادي ايضا بشكل خاص، بماذا تصف ما يحدث في الاتحاد؟ وضع طبيعي نتاج لمعطيات معينة أم أن ثمة خلل؟ لا، هو ليس وضع طبيعي، هو نتاج لأمور كثيرة بالتأكيد، وهو أيضا ثمة يعني أكثر من خلل في الواقع في المشهد الاتحادي حاليا. يعني قرار إقالة المدرب هو ربما ليس سوى واحد من قرارات عدة في الواقع، يتوقع أو يفترض في الواقع أن 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 أن, أن تقدم إدارة النادي على إصدار قرارات حاسمة وحازمة خلال الفترة القادمة، رغبة في التأجيل بارتداد الفريق وسرعة إدراك ما يمكن إدراكه. القرار من وجهة نظري قرار إقالة ديمتري في الوقت الراهن هو قرار متأخر، وفي نفس الوقت قرار لم يكن في وقته المناسب، وهذا ليس لغزا، ولكن من وجهة نظري انه القرار متأخر، لانه كان يفترض الاخذ بالقرار قبل مباراة الاياب في بطولة اسيا امام تشومبوك. في الواقع مباراة الاياب في كوريا كان يفترض بعد مباراة الذهاب وخسارة الفريق في جدة ان يأتي القرار ويحدث الهزة المعنوية والنفسية في عناصر الفريق قبل تلك المباراة، يعني بحثا عن جو او اجواء مناسبه تشابه تماما تلك الاجواء التي حضر فيها ديمتري في نهايه الموسم الماضي، لامور مشابهه. نعم. بعد ذلك في الواقع بعد خروج الفريق من البطوله الاسيويه وبعد يعني خساره المباراتين الماضيه وبعد الاجواء غير العمليه وغير المواجهه التي يعمل فيها المدرب، اعتقد ان القرار يعني وجهه نظري يعني في غير وقته، على اعتبار انه هو مجرد مسكن جديد يحقن في الوريد الفريق، وهو اللجوء الى القرار الاسهل وترك القرار او الامور الاصعب والاكثر الاهميه. المساله من وجهه نظري كبيره جدا في الفريق، ليست فقط مجرد مدرب، يعني لاعبون يرفضون السفر مع الفريق.
ولاعبون في الواقع في هذا التوقيت وقبل يعني مجيء اوقات تجديد عقودهم يشترطون مبالغ كبيره تجديد. بس معليش يا ابو صايب، انت قلت لاعبين يرفضون السفر مع الفريق، هذا حدث متى؟ مباراه نجران يعني، ساسمي الاشياء باسمها. ويعني في لاعبين يعني رفضوا المغادره على سبيل المثال مباراه نجران، الكل اصبح يعرف الاتحاد ان سعود كريري رفض الذهاب الى الفريق بحجه انه الذهاب مع الفريق بحجه انه مرهق. على الرغم من ظروف الفريق وعلى الرغم من علمه بالعناصر والاسماء المصابه من الفريق والتي لم تغادر. يعني لماذا لم يعني، هذه معلوماتك بالتاكيد نحترمها، ولكن الحديث الرسمي اللي ظهر انها اصابات في غير سعود كريري، تحد عندك معلومات؟ هو هناك في هناك اصابات بالتاكيد، يعني زي على سبيل المثال هو مصاب بالتاكيد، وان كان هناك علامه استفهام كبيره جدا عادل على مساله اصابه زي، يعني لاعب محترف والان يقارب يعني يدخل الاسبوع الخامس او الاسبوع السادس وهو مصاب. مشكله كبيره يعني، اما ان هناك مشكله بالفعل او ان هناك يعني علامه استفهام حول الجهاز الطبي. انا لا اريد ان اشكك، ولكن انا اقول لابد من وضع علامه استفهام حول الجهاز الطبي. وعلى فكره هو جزائري بنفس جنسيه اللاعب، يبقى اللاعب طوال هذه الفتره يعني مصابا، يعني هذه علامه استفهام كبرى. استغرب يعني كيف يعني غابت عن الـ عن الـ عن التحذير وعن الاعلاميين الميدانيين طوال هذه الفتره، لم يتم التطرق الى هذه المساله. ايضا الاجواء التي تظهر يعني ان هناك اجواء غير مناسبه. مباراه نجران كان المدرب يعمل بغير مترجم، يعني كان شاهدنا كلنا في اثناء المباراه كان محمد سالم لاعب الفريق هو من يقوم على الخط الفني ويوجه التعليمات للزملاء. في المؤتمر الصحفي كان طبيب الفريق الجزائري هو من يترجم للمدرب. وايضا عادل خلال 5 سنوات فقط الاخيره، هذا 10 مدربة قالت من الاتحاد خلال 5 سنوات. طيب بس مرورا بوحيد خليلوفيتش وديمتري الذي كان في عام 2007 وسليم خليلوفيتش وكالدرون وانزو فيكتور ومانويل وتوني اوليفيرا والان ديمتري. المشكله ليست فقط يعني في الجهاز الفني، هناك هروب مع الاسف من الادارات الاتحاديه خلال السنوات الماضيه من المشكله الاساسيه، من الموقع الاساسي للمشكله، من المستطيل الاخضر الى اشياء اخرى قد تكون يعني لها تاثير ولكن بنسبه اقل كثير. طيب المستطيل الاخضر في الوضع الحالي اللي تحدثت عنها، عدم مغادرة لاعبين ورفضهم السفر طبعا حسب معلوماتك انت واثق فيها، إقالة إبعاد المساعدين أولا ثم إبعاد جمال فرحان ثم إقالة المدرب، هذه كلها ما لها علاقة بالمستطيل الأخضر صحيح؟ كيف ما لها علاقة بالمستطيل الأخضر؟ ما لها علاقة يعني مباشرة بالمستطيل الأخضر، أقصد أن أنت تقول الناس يتحدثون كثيرا عن مشاكل ويتركون المشكلة الأساسية وهي داخل المستطيل الأخضر، لكن ما ذكرته الآن من معلومات هو له علاقة بجانب إداري أكثر صحيح؟ هو فعلا عادل هو هروب من المشكله الاساسيه، يعني بمحاوله يعني هروب من المشكله الاساسيه من المستطيل الاخضر بمحاوله اقاله الجهاز الفني، اعاده اقاله المساعدين، تغيير الجهاز الاداري، تغيير الجهاز المشرف، والوضع كما هو بل يسوء يعني من عامين على الاقل. والفلك والقرار في فلك اقاله المشرف، اقاله الجهاز الاداري، اقاله المدرب، يعني مع انه من بدايه هذا الموسم كانت الامور واضحه ان الاتحاد يذهب لمثل هذه المشكله، لانه اساسا مرحله الاعداد للفريق الاتحادي كانت يعني طيب يعني لاش اقول انها كانت ضعيفه او سيئه، كانت شبه غير موجوده. طيب هذه يعني تكاثرت في الفريق، بالاضافه الى ان لا ننسى ان المدرب ايضا حرم خلال فترات مهمه ومباريات مهمه من بعض الاسماء والعناصر التي ربما كان يعول عليها الوجود فيه. طيب ابو صهيب، هل القرارات اللي اتخذت الان منذ تلك الفتره الابعاد وشويه المساعدين شويه المشرف على الفريق واعاده فلان وودي فلان، هذه القرارات كلها هل يعني نقدر نقول ان في ظروف وضعت الاداره الاتحاديه واضطرتها لان تتخذ مثل هذه القرارات، ام ان هنالك جانب اخر له علاقه بخبره مثلا كما قال ضيفي في التعامل مع الازمات وبالتالي حدثت مثل هذه الفوضى ان صحت التسميه في القرارات؟ هو بالتاكيد يعني القرارات في الغالب هي استجابه لثلاث عناصر، اللاعبين بالدرجه الاولى، للاعلام، وايضا للجماهير، وبالتالي يعني تخفيف رده الفعل وامتصاص الغضب الذي يتولد من النتائج التي ظهرت، هروب من المشكله الاساسيه ويعني معالجتها بالعلاج الحقيقي الذي يمكن في الواقع ان
أو أن يبدأ في إعادة الفريق. إقالة ديمتري هي تماما مثل إقالة كالديرون، هي مثل إقالة سواريز من قبل، تعيد الفريق إلى نقطة الصفر. المدرب الذي سيأتي على فكرة عبد الله وراب سيقود الفريق ربما خلال 3 مباريات قادمة. المدرب الذي سيأتي سيعود بالفريق إلى نقطة الصفر، سيطلب مشاهدة كل اللاعبين وكل الأسماء، اللاعبين المستهلكين، اللاعبين الذين انتهت صلاحيتهم، سيطلب مشاهدتهم وسيطلب اشتراكهم في مباريات، وبالتالي سينتهي الموسم وسيكون أيضا موسم أبيض، ويبدأ الفريق من جديد نقطة الصفر، وتبقى المشكلة تماما والحل بعيد عن موقعه. وصير من وجهة نظري هو في المستقبل الأخضر. طيب عطني الجمهور الآن عندما يسأل يقول لك المسؤولية المباشرة على من باختصار يا عثمان؟ المسؤولية المباشرة فيما حدث فيما يحدث الآن، يعني مسؤول. احنا بأمانة نظلم إدارة محمد بن سعيد إذا كنا سنحملها مسؤولية ما حدث. هي تراكمات. على الأقل ما يحدث للفريق الآن هو على الأقل إنتاج تراكمات في عامين الماضية، يعني لا يتحملون كامل. لكن التاريخ لن يرحم هذه الإدارة إذا لم تعالج، لأنه الفرصة جاءت على طبق من ذهب بإدارة اليوم محمد بن داخل بصورة لم تأتي للإدارات السابقة في العلاج الحقيقي الذي يحتاجه الفريق، على طبق من ذهب. خسارة الفريق لبطولة آسيا، خروجه شبه المبكر من المنافسة إلى بطولة الدوري، طيب. في نفس الوقت وجود أسماء شابة وعناصر تقدم نفسها بقوة، شاهدنا 3 منهم اليوم على الأقل في الصباح مع المنتخب الأولمبي، طيب. وغيرهم من الأسماء الذين موجودين مع الفريق مثل أحمد عتيري ومثل محمد العمري، بالإضافة إلى الثلاثي الذين ذكرتهم ومعنا الذي يشارك، طيب. 5 إلى 6 أسماء موجودة، ليس مطلوبا من الفريق أن يشرك الستة جميعا يعني في مباراة واحدة، ولكن أن يستفيدون. وبالتالي العلاج الحقيقي الذي يحتاجه الفريق والذي هربت منه الإدارات السابقة خلال العامين الماضيين متاح على طبق من ذهب وبصورة غير، طيب. يعني لم تسمح من قبل لأي إدارة سابقة أمام إدارة اللواء محمد بن داخل، وهو رجل خبير بهذه الأمور، ولن يرحمه التاريخ إذا لم يبادر إلى الاستفادة واستغلال هذه الفرصة التاريخية. شكرا لك عثمان مالي الإعلامي والكاتب الرياضي المعروف. شكرا. أنا بس تعليق سريع عشان تعليق سريع. أنا يعني أول شيء مسأل الزميل أبو بكر زميل عزيز، لكن يعني أنا اختلفت في نقطة معينة لما سألته أنت سؤال مباشر من المسؤول، فيعني أبو يقول هو تراكمات. لا أبو صهيب يعني معروف دبلوماسيته الجيدة، فهو قال تراكمات. هو شف لما تقول تراكمات، ولا ما أنا ما ألوم اللي هو محمد بن داخل، أنا أقول له لا أبو صهيب، الآن هو رئيس النادي، هو من اتخذ قرار بعاد حسن خليفة، هو من لم يتخذ قرار إقالة ديمتري من الأساس، هو اللي يبعد جمال فرحان، يعني هو رئيس النادي، هو اللي يتحمل مسؤولية قراراته. أنا أحترم ابن داخل، وأنا أعتقد اعتقاد جازم أن ابن داخل سيطور من أدائه، وسيستفيد الاتحاد من خبرته الكبيرة، وسيتلافى هذه الأخطاء. ولكن في هذه المرحلة هي أخطاء صراحة رئيس مجلس الإدارة، وأنا أقول جمهور الاتحاد، يعني كل رؤساء الأندية في دوري زين أول ما يبدو في أول موسم لهم تحدث أخطاء، والرئيس المميز عن الرئيس الغير مميز هو من يتلافي هذه الأخطاء ويبدأ يتطور مستواه، والأدلة كثيرة سواء في السلب أو في الإيجاب. جميل. عموما نتمنى إن شاء الله التوفيق للاتحاد وأن يتجاوز هذه المرحلة، فهو من الأندية التي يعني بالتأكيد تعطي الدوري جمالا إضافيا، وجماهيره أيضا تضيف يعني إضافة كبيرة جدا على مستوى الحضور الجماهيري. نحتاج كثيرا لهذه الجماهير لأن تكون مع فريقها في قادم الأيام، وهي في أشد الحاجة له بانتظار مباراة الديربي يوم الخميس. الآن الظروف يعني في بعض الظروف اختلفت للجانب الاتحادي، أما الأهلي فما زال يستعد في هدوء وبعيدا عن مثل هذه المشاكل الإدارية. عموما سنتابع إن شاء الله مسألة الديربي وما يحدث فيها، سنبدأ متابعتها من خلال الأيام القادمة إن شاء الله حتى يوم الخميس. في جانب آخر وفي مقر نادي النصر تجمع اليوم عدد من الجماهير النصراوية في مقر النادي في الرياض في حي العرجة، وطالبت الجماهير الإدارة النصراوية بإحداث عدد من التغييرات، وطالبت بالتأكيد بالحديث مع المسؤولين في النادي. إدارة النادي استجابت للتواجد هذه الجماهير
وفتحت الباب حسب ما علمنا للجماهير للدخول والحديث، ولكن التفاصيل ستكون بعد قليل إن شاء الله مع مدير الكرة بنادي النصر. على الهاتف أرحب بسلمان القريني مدير الكرة في نادي النصر. مساء الخير أبو حمد. السلام عليكم. مساك الله بالخير أخوي عادل وعلى ضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك أبو حمد. اليوم الأنباء اللي ممكن يسمعه ما تناقلت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي يعني أظهرت ربما صور غير اللي أظهرتها الصور قبل قليل. هذه الصور يعني وصلتنا عن طريق المركز الإعلامي بنادي النصر. هل الوضع مختلف تماما عما قيل وعما يقال؟ هل لك أن تصف لنا ما حدث؟ أول شيء أخوي عادل يعني خلني أقول أن نقدر انفعالات وغضب جماهير النصراوية. نعم. طبعا بسبب النتائج الغير مرضية. لكن ما تعودنا من جماهير النصر. تعودنا منها يعني الجماهير تعودنا منها الوفاء وهي كانت مضرب مثل. بل بالعكس أنا أتذكر يعني أنها تبنت شعار الموسم الماضي واللي قبله أنك لن تسير وحدك يا نصر. طبعا يعني تعتبر يعني مضرب مثل في الشيء هذا. طبعا يعني الأمور ما نبغى يعني الصورة هذه ما نبغى يشوهها بعض التصرفات الغير محسوبة الصراحة. يعني أنا أتوقع اللي صار اليوم أنا أحس أنه ضخم في التضخيم. الصورة ضخمت يعني ضخم بصورة غير واقعية. أنا يعني وسائل المواقع التواصل الاجتماعي تخبر الآن صارت الأخبار والنكات والأشياء هذه يعني تتناقل بين الأشخاص. أنا أتوقع يعني العدد اللي جاء اليوم طبعا أنا أعتبره طبيعي اللي يصير الأمر طبيعي جدا لكن ما تضخم الأمور. اللي حدث اليوم طبيعي جدا. يعني حتى ثقافتنا كشعب في ناس يمكن تبغى تجي تتفرج سامعت لأنها أصلا صار في هذه مواقع التواصل الاجتماعي صار في حديث قبل اليوم وأمس وبعد المباراة. فأنا أتوقع يعني البعض يعني أنا فعلا صار فيه اليوم جاء تجمع جو عند البو يمكن نقدر نقول أنا العدد على أساس بعد ما يقولون الناس أن الصورة يعني يمكن العدد أنا أعتبره طبيعي يعني 50 إلى 70 60 يعني شخص. طبعا منهم جزء منهم أكيد يحضرون بشكل يومي للتمارين. بعضهم أنا أتوقع جاء بيتفرج على وش اللي صار لأنا بسبب هذه المواقع التواصل الاجتماعي. لكن الأمر ضخم بصورة. أنا أول ما دخلت النادي دخلت قبل التمرين يمكن بخمس دقائق أو عشر دقائق لأن كان وقت الصلاة يعني بعد الصلاة يمكن كان 4 إلى 5 أشخاص للأمانة يعني والله ما أقولها يعني 5 إلى 6 أشخاص. بس بعد ما دخل النادي جو مسؤول الأمن وقال إن فيه بعض الجماهير وذا. قلت بالعكس يا أخي الجماهير يفتح لها لأنهم يفتح لها خلوها يفتح لها حتى يعني بدون رسوم وذا. بالعكس أساس يعني الأمور اللي عندها أي حاجة بالعكس إن أنا أتقبل هذه وهذه أمور طبيعية خاصة في نادي جماهيري زي نادي النصر. طيب. لكن اللي أنا تعجبت منه صراحة بكون صريح يعني قبل حتى يعني إذا أنك تبغى لكن تعجبت صراحة اللي خلاني أقول يعني الأمر أنها تم تضخيمها. أنا تفاجأت يوم دخلت البيت سألني حمد قال لي صحيح أبوي يعني أنك دخلت من الباب الخلفي ويعني هذا اللي خلاني أتعجب منه أنك دخلت مع الباب الخلفي من النادي وأنك طردت الجمهور وقلت له يعني لا يدخلون وده. طبعا أنا قلت له مستغرب من قال لك الكلام هذا. قال جاتني على البلاك بيري يعني منسوبة لأحد المراسلين أو الإعلاميين. هذا شيء يعني أنا أعتقد يعني بعض يعني أنا أسمح لي في يعني من خلال البرنامج نود يعني هذه أمور يعني عليكم مسؤولية أنتم كإعلاميين وكتاب رأي في الوسط الرياضي لأنهم هم اللي يوجهون الرأي العام. يعني زي الأمور هذه التصرفات ولا يعني الأشياء يعني لازم الأمور يعني يكون فيها عشان يعني يكون في سيطرة انفعالات بعض الجماهير. طبعا ما تلومهم احيانا بعض الجماهير لكن لازم يصير في التصرفات. لان انا تعجبت لان في صار يعني من خلال قلت لك مواقع التواصل يستعملون حتى مصطلحات يعني في وقت حساس.
الفترة هذه، طيب ابو محمد، تظاهرات، تجمعات، مدري ايش، وهذه هذه كلها اشياء يعني ما يدركون خطورة استعمال مثل هذه المصطلحات. لا هذا لكن يعني لا يعدو الامر شيء بسيط وطبيعي اللي حدث اليوم، انا اقولها بكل شبابية. طيب وبالعكس فتحنا المدرجات حتى جون قال يعني خل ما تقول بالعكس يدخلون اللي عنده، لكن احيانا بعض انا اقول لك يعني البعض القليل احيانا يعني تلقاه يصدر منه الفاظ او خارجه عن الادب العام يكون لها تاثير سلبي على طيب على اللاعبين على 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 العاملين في النادي، لكن ما يمنع بالعكس انه في تواصل. وبعدين انه نعرف من خلال زي ما قلت لك الان وسائل الاتصال نعرف المشكله ونعرف لو نعرف غضب الجماهير ومقدرين الشيء هذا. طيب بالعكس ابو محمد اذا سمحت لي، الصور اللي تظهر انت تتحدث عن صوره يعني الجمهور اللي قاعد يشوف اللي شاف الصور اليوم ويسمع كلامك يعني بيشوف في تناقض ما بين الصورتين، يعني حتى والدليل ايضا انه في صور اظهرت تواجد امني وانه الاداره هي اللي طلبت هالشيء. هذا كلام غير صحيح. اها غير صحيح، لم نطلب اي جهه امنيه، لكن قلت لك انا يمكن اللي قلتها لك انها الان لاننا في وقت حساس قلت لك مواقع التواصل الاجتماعي لنا طلع مصطلحات صراحه الناس ما تدرك خطورة مثل هذه المصطلحات. يبدو لي فعلا كان فيه جهات أمنية جت وكانت حاضرة، لكن لم نطلب، وهذا أنا مسؤول على الكلام هذا، لم نطلب من الجهات الأمنية أنها تحضر. طيب بالعكس إن أول ما قالوا لي وبالعكس سألني مسؤول الأمن، أنا اللي كنت متواجد في النادي يعني من أعضاء مجلس الإدارة أنا اللي متواجد وجو وسالوني قالوا ان في ناس، قلت بالعكس افتحوا ولا تاخذ، حتى يبدو لي كان اول يؤخذ بعض الرسوم اللي ما عندهم بطاقات عضويه، قلت يفتح المدرب والله يحييهم بالعكس هذا ناديهم. يعني انت ابو محمد اي وجهه نظر بالعكس بديها طبيعي الامر. طيب ابو محمد الصور ايضا جداً. الصور اظهرت اليوم وتعودنا على الغضب، وده اصلا من ايام ما كنا لاعبين يعني في تحدث بعض الانفعالات وردات الفعل. طيب طبيعي. طيب ابو محمد لكن لم نستدعي، ولا هذه امور اصلا اللي يبغانا هذه يكون فيها اجراءات يعني طيب نظامية انك تطلب ومخاطبه، حتى بالعكس هذا يقومون بعمل ويبدو لي انها تخبر الوضع يعني، لان زي ما قلت لك الناس ما تدرك خطوره بعض المصطلحات. طيب يعني لان انا وهذه اعيد واكرر ان هذه يعني مسؤوليه اصحاب الراي والفكر والراي، وخاصه اللي يخرجون في وسائل الاعلام يتحملون مسؤوليتهم كمواطنين بالدرجة الأولى، لأن أحيانا بعض التصرفات يمكن نعم ما يمكن السيطرة عليها نعم، وفي ناس تستعمل هذه المصطلحات ولا يدركون خطورتها. صحيح، هذا شيء أبدا غير هذا شيء أبدا غير الحالي. هذا شيء غير مقبول أبدا، وبالتأكيد نرفض رفضا قاطعا استخدام مثل هالأمور، لأننا في النهاية نبحث يعني نتحدث عن كرة قدم ومطالبات نعم جماهيرية، نتحدث عن رياضة وتنافس شريف يعني كرة قدم ومفروض أنه يغلفها الروح الرياضية. وحتى لو كان في مطالبات جماهيرية بشيء من العم أو بشيء من الحدة، نعم عفوا أبو حمد، لو كان في مطالبات بشيء من الحدة يعني تكاد تكون مقبولة عند كثير من الأندية، لكن الصورة اللي أظهرت أنت قلت أنك سمحت بدخول في الجماهير، في نعم صور أظهرت أن الجماهير متجمعة عند الباب وكأنها طبعا حسب تعرف الصورة أحيانا تقرأها كل واحد يقرأها بطريقته أنه ما استطاعوا يدخلون، أنت الآن تقول سمحت، هل أخذ لا المسألة هذه وقت أو المفترض اليوم؟ لا 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 لا، أنا بعد ما وصلوا جو سألوني، أنا قلت لك دخلت النادي ويعلم الله أن هذا الكلام صحيح، يمكن في 3 أو 4 أمتار يوم أدخل النادي، نعم يوم أدخل أنا من عند البوابة وبعدين يمكن 3 إلى 4 أمتار في الملعب، جاني مسؤول الأمن وقال أنه في عدد، وقال أن فيه يعني مجموعة من الأشخاص برا، هل حتى جمع شخص من رجال الامن، يبدو لي كان يعني قد وصل رجال الامن وقال لي هل يعني نمشيهم يعني نبعدهم او زي كذا، قلت له لا يا اخي هذا جاي للنادي عندهم رساله يبغون يوصلونه، قال لي مسؤول الامن انهم بعضهم قالوا نبغى ننتظر الرئيس. قلت لهم انا اقول الرئيس، انا طبعا كان بيني وبينهم يعني مو بجاي اليوم الرئيس اصلا، لذلك خلهم يدخلون ده بدون رسوم، ده يدخل اللي عندهم اي حاجه، وده هذا اللي صار، هذا بدايته، بالعكس ما صار اي شيء، انا قلت لك ضخمت الامور وانا مسؤول عن الكلام اللي انا اقوله، ولم نستدعي رجال الامن ولا كل هذا كلام مو بصحيح، وانا قلت لك اني تعجبت يوم دخلت البيت وسالني حمد عن الموضوع هذا، للاسف طيب للاسف
اللي كاتبه احد المراسلين او الاعلاميين يقول لي انه على البلاك، يعني جيت على البلاك بيري انك كاتب اني انا دخلت من الباب الخلفي وخرجت من الباب الخلفي. طيب واني طردت الجماهير ولم، هذه كلها يعني للاسف يعني. طيب ابو حمد سؤال بس، كثير من الناس يعني ما يقدرون المسؤوليه. طيب انت المسؤوليه الوطنيه بالدرجه الاولى، ناهيك عن الكذب. طيب هل كان مقرر اليوم، نحن نعرف انه الانديه تقرر مساله انه الجمهور يدخل، احيانا تكون تدريبات مغلقه، اليوم كان في قرار بهالجانب وغيرته انت بانك تفتح؟ لا 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 لا، بالعكس طلبوا، ان قالوا قلت لا بالعكس، انما لا كالمعتاد يعني، في يمكن اليومين اللي قبل المباراه عاده هي اللي نغلق التدريبات. طيب ما كان في، لكن الشاهد من الكلام يعني سالوني، لان رجل الامن يبدو لي قال السكيورتي حق النادي انه يعني نبغى نمشي الناس. طيب يعني السكيورتي قال لنا، قلت له لا بالعكس افتحوا لهم، وعادة اللي ما معه بطاقة عضوية يبدو لي يؤخذ رسوم. قلت لهم بالعكس يفتح، انا يعني اخذت المسؤولية كعضو مجلس إدارة. طيب قلت يفتح بدون رسوم، بالعكس خلوهم يدخلون، وبالعكس دخلوا والامور ذا، وانتهى التدريب بكل الامور كلها طبيعية. طيب صدر بعض الالفاظ البسيطة من البعض صراحه. طيب لذلك ماذا يعني، احيانا الاشخاص المنفعلين اذا صعب انك تخلى طيب يعبر اللي عنده، وبعدين طبيعي الامر، انا اعتبر انه طبيعي جدا جدا. طيب في يعني اللي سمعنا انه بعد هالامور او يعني او على الاقل بدون ما تحدث، انه خلال الفتره هذه في اجتماعات قاعد تحدث الان حاليه شرفيه مع رئاسه النادي، هذا شيء عندك علم فيه؟ او انه بكره كمان في اجتماع؟ ما في شك يعني الوضع الان، خلينا نكون واقعيين يعني، النادي او بالدرجه الاولى الفريق الاول يمر بظروف يعني غير طبيعيه. طيب في اجتماع معين محدد يجري؟ فعلا يجري تقييم الامور من رجالات النصر. انا طبعا ما ابغى احدد يعني كيف، لكن ما في شك الحريصين على 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 النصر والمخلصين للنصر حريصين اكيد ان تجاوز هذه الظروف. طيب انا اتوقع يعني الناس يعني انا رسالتي للاخوان الجماهير واللي تعودنا منهم انهم يعني يقفون مع النادي في هذه الفتره طبعا لتجاوز هذه الظروف. طبعا واعتقد ان في فتره توقف بسيطه بعد مباراتنا مع القادسيه، وهذه يعني يمكن اتخاذ خطوات فيها تساعد على معالجه الاوضاع. بالعكس طيب ان كلنا مع يعني كلنا، اي نصراوي ما يرضيه الوضع الان، اي نصراوي. نعم طيب سواء مسؤول او مشجع او متابع. بالعكس انا اتوقع حتى الرياضيين الاخرين ما يرضيهم ان النصر يعني انه يكون في وضع افضل من كذا. نعم شكرا لك سلمان القريني مدير الكره بنادي النصر، شكرا لتجاوبك والذي تحدث عن الصوره في النادي اليوم، وقال ان الامور ضخمت وان الاعداد ضخمت وان المساله تجاوز اعداد عشرات من الجماهير تواجدت، يعني يقول كالمعتاد او زياده قليلا تحضر التدريبات. هذا كلام طبعا سلمان القريني، وان الاداره لم تطلب الحضور الامني وانما هي حضرت بطريقتها. عموما ناخذ على الهاتف، ارجع لك على الموضوع بس عشان عندنا هاتف على موضوع قديم. على الهاتف ارحب بفهد باقديم وكيل اعمال لاعب سعود كريري. مساء الخير فهد. مساء النور استاذ عادل، واحيي عليه، احب احييك انت وكان كريم. اهلا وسهلا فيك يا غالي، شرفنا باتصالك. ورد اسم سعود كريري قبل قليل من قبل عثمان مانيا، عرفت ان لديك تعليقا على ما قال، تفضل. انا والله صراحه ما سمعت كلام الاستاذ عثمان مالي. بس هو تعليق بسيط، انه يقول انه اللاعب سعود كريري يتخلف عن الفريق، ما حاول انه يكون متواجد مع الفريق. بالعكس هذا كلام يعني غير صحيح. بالنسبه للاعب كريري هو لاعب معروف يعني في الساحه. ما قد صدرت منه اي اشكاليات من الامور هذه. بالعكس يعني اداره الفريق هي اللي فضلت انه تريح سعود كريري خوفا عليه انه يتحصل على الكرت الثالث وما يلعب المباراة المهمة اللي هي مباراة الديربي. اللي هي النادي الاهلي فقط، هذا هي اسباب غياب سعود كريري. اضافة لتعرض الاجهاد طبعا بسبب كثرة مشاركاته مع المنتخب. يعني هو قرار المدرب. اي قرار المدرب اكيد. وبالنسبة لسعود كريري يعني هو طوال مشواره مع نادي الاتحاد عمره ما تخلف او صدر منه اي اشكالية يعني على مر
الزمن اللي هو موجود مع نادي الاتحاد. هذا صحيح بالتالي هو معروف عن اللاعب. انا بس اضيف معلومه خفيفه كذا بسيطه. تفضل. انه سعود كريري في حق الظروف شارك الفريق الاتحادي في ليله زفافه، يعني كان جاء من المنتخب حضر معسكر نادي الاتحاد يومين، طلع حضر الزواج حقه، اليوم الثاني حضر المباراه رسميه ضد نادي الهلال وفي الرياض. هو بصراحه عموما فهد انت يعني ما يحتاج تتكلم عن سعود كريري كثير، هو معروف حقيقه في الوسط الرياضي بانه يعني اولا خلوقه منضبط جدا ومؤدب في تعامله وراقي، هذه شهاده يعني للجميع حتى وظهرت هذه في الملعب، لانه يعني ما شاء الله تبارك الله ما زال حتى الان يقدم عطاء جيد ويواصل، وهذا دليل على انضباطيته خارج الملعب، لكن هذه معلومه وردت وانت صححتها عموما باذن الله هذا، وان شاء الله هي بس يعني عشان هي مباراه الديربي جايه والامور حساسه. حتى أنا للامانه ما كنت بحث يعني اطلع واوضح زي كذا، لكن بس عشان ايه صحيح فيها كثير من الاقاويل ويكون اللاعب مركز ومنتبه اهم شيء في مباراته صحيح في مشواره ان شاء الله القادم. وتحياتنا للجميع ان شاء الله. شكرا لك فهد، يعطيك العافيه. فهد باقديم وكيل اعمال سعود كريري. جميل التوضيح هذا، انا حقيقه استغربت لما قال ان سعود كريري رفض السفر، لكن ظهور يعني هو من النوع اللي لا ملتزم ملتزم سعود يعني طيب. احنا نعرف انه ملتزم، استغربت الموقف، ولكن هذا هو قال انا ما حبيت اطلع، هذا دور وكيل الاعمال نعم. انه هي الجو المناسب للاعب طيب. بالنسبه للنصر انا في يعني كذا حاجه لاحظتها للاستاذ القريني، بس اذا سمحت باختصار عشان نقدر نروح للموضوع اللي بعده. تفضل. لا هي باختصار يعني هو اول شيء هون الموضوع انه ما في مشكله، انا يعني في كان مصدر وانا جاي اتكلم معه بالتليفون قال انه في هناك تواجد امني يمكن اكثر من 10 دوريات. طبعا هذه روايه وهو والاستاذ عبد الله روايه. يعني النصر يعني صراحه في حاله انسداد الان، يعيش في ازمه صراحه، وازمه كبيره النصر وليست وليده هذه اللحظه، بل هي من تقريبا 15 سنه. وانا استغرب يعني قال الاستاذ عبد الله القريني تعودنا سلمان القريني اسف اني ابغى جمهور النصر متعودون على الصبر وكذا، هم فعلا صحيح انهم عن 15 سنه يصبرون، لكن اكثر من كذا الى وين يعني يصبر الى ما لا نهايه؟ يعني لو تبغى تبني فريق خمس سنوات ثانيه، يعني ثلاث مراحل عندك، يفترض انك بنيت فريق الان فيه. فانا استغرب كلمه انه يعني المفروض ان جمهور النصر عودون على الصبر، صحيح الكلام ذا حتى لدرجه اطلق عليهم جماهير الصبر طيب، لكن الى متى الصبر؟ يعني لابد انه يكون هناك نهايه، حاله انسداد. يعني انا من رايي صراحه يعني شوف، مو مشكله جمهور النصر، جمهور كبير صراحه وعريض وطموح، مشكله النصر انا برايي من وجهه نظري ان طموح الجماهير اكبر من امكانيات الفريق، واكبر حتى من امكانيات يعني لاداره الفريق، انها ما يعني عملت هي تقريبا حلقه ضيقه لاتخاذ قرارات لنادي كبير عملاق مثل النصر، وهذا انا ضد الكلام ده. يعني لو لاحظت عبد الرحمن المساعد كيف عنده ادارتين، اداره ظل اللي هي ياخذ المشوره والراي منهم، وكل واحد متخصص على فكره في مجال، يعني واحد فني واحد للتعاقدات والتفاوضات والاستثمار، وعنده ادارته الخاصه. فيعني فن الاداره انك تخلق اكثر من حلول قدامك، وانت كرئيس تختار الحل المناسب بالنسبه لك. انا يعني من وجهه نظري صراحه ان النصر وصل الى طريق مسدود مع هذه الاداره عليها حلين طيب. اما ترفع الرايه وتقول خلاص تعالوا يا جماعه الخير شوفوا لنا اعضاء شرف، شوفوا لنا رئيس نادي، طبعا النصر غني في رجاله، او انها تعمل انقلاب داخل وسط الاداره للعيش في اجواء جديده، تهدئه الجمهور، استقطاب. بس انت الحين تقول 15 سنه نفس المشكله، وحطيت المشكله الان في الاداره، يعني معناها من 15 سنه هي متراكمه. اللي قبله كان عنده مشكله، واللي قبلهم كان عنده مشكله، لكن تعرف شو مشكله اداره الامير فيصل بن تركي؟ مشكلته انه جاء بعد يعني ما تورم الداء النصراوي وعلى اخره، فالناس وصلت حاله يأس. الحل اصبر فلما جاء الامير فيصل بن تركي الكل من اعضاء شرف وجماهير ولاعبين وحتى اعلام رأوا فيه يعني بارقة أمل إن هذا من سيعيد النصر، وإنه عنده عصا سحرية بهذا الوقت. لا على فكرة ترى طيب. عادل شوف ترى بقول لك شيء، على فكرة ترى إدارة فيصل بن تركي هي نفسها طيب. شكلت الضغط عليه، على هي اللي شكلت الضغط لها، لأنها أول ما جت وعدت إن جماهير النصر إنها ستضعه ضمن أفضل 4 أندية في آسيا طيب. يعني أنت لو لاحظت يعني شوف لو لاحظت النصر يعني عشان تعرف التراجع اللي فيه يعني النصر من 10 سنوات إلى الآن كم مرة تأهل لبطولة آسيا؟ طيب
لا كم مره؟ مره واحده صح؟ طيب مع العلم مع العلم شوف انه اربع مقاعد صح ولا لا؟ طيب عشان نتوسع بس محمد لانه حندخل في مستويات النصر وكذا حنتوسع. لا بس بقفل الموضوع خلاص قفل عشان ما عندي وقت. انا اقول لك يا شوف يعني 10 سنوات لم يتاهل النصر الا مره واحده. طيب مع العلم انه اربع فرق تتاهل لكاس اسيا، معناته ان النصر بعيد عن المشهد الرياضي يعني اصبح. طيب فريق وسط النصر يعني مش فريق كبير. طيب كبير في جماهيره لكن في نتائجه يعني من فرق الوسط النصر. طيب رجعنا مره ثانيه الكابتن سلمان القريني ابو حمد. ابو حمد معنا على الهاتف، سلمان القريني مدير كره بالنصر. مساء الخير ابو حمد. هلا عفوان يا تفضل يا غالي تفضل. معليش انا باخذ الموقف لكن انا استغرب ضيفك الكريم اني انا قال اني قال لي على لساني اني انا قلت ان جماهير النصر تصبر وما هذا ما له دخل في الموضوع. انت سالتني عن الموضوع اللي صار اليوم، انا ما قلت انها تصبر وذا. انا ضيفك الكريم يبدو لي انها يعني توسع في امور، هذه مشكلتنا ان الناس تستدعي شيء من الكلام وتعلق عليه. لا انت تقول طالب الجماهير يعني بينها تكون الجماهير تصبر، ولا انت سالتني عن حدث حدث اليوم وعلقت عليه، انا ما قلت الجماهير تصبر. لا انت قلت يا محمد احنا نطالب الجماهير بينها تكون تقف مع الاداره. انا الشيء يعني معليش هذه مشكلتنا ان في عمليه الاخوان اذا جو يبدون اراهم ياخذ له يجتزع شيء منه وبعدين يعلق عليه، هسه تدخلنا في اشكاليه. لا انت سالتني عن موضوع حدث وعلقت عليه. انا لم يعني اتطرق لكلمه الصبر ولا اشوف ضيفك الكريم بس علق عليها بس. طيب شكرا لك ابو حمد. لا بس استاذ عادل انت كنت موجود معنا وانت مدير الحلقه. طيب هو قال اننا طالب عودونا جماهير النصر انهم يصبرون معانا. طيب وانهم يتحملون عن الصبر كلمه. ايه؟ جمله الصبر هذه يقول انا ما قلتها، وانت طبعا في النهايه الحلقه المفرده عليك. المفرده اقدر اقول لك كلمه ثانيه بتعني المفرده نفسها يعني يتحملونا انتظرونا اصبروا يعني اصبروا علينا. طيب هذا هو فسر الماء بالماء يعني. البرنامج موجود على موقع اليوتيوب بامكان المشاهد بعد نهايه الحلقه مباشره يعود له. في جانب آخر وبالعودة إلى أجواء ديربي جدة، بدأت بالأمس كما قلنا في حلقة الأمس بيع التذاكر عبر الإنترنت بنسبة 30% من التذاكر. قلنا بالأمس أن النسبة اقتربت من النفاذ، واليوم فعلا أعلنت شركة صلة نفاذ التذاكر أو النسبة المخصصة لبيع التذاكر عن طريق الإنترنت عدد وهي 30%. عدد من الجماهير اليوم تواجدت، وهذه الصورة اليوم من ملعب جدة، حضرت إلى الملعب لاستلام التذاكر. طبعا الطريقة على جزئين، الجزء الأول إما أن تشتري عن طريق الإنترنت وتدفع عن طريق الإنترنت وبالتالي تحصل على التذكرة وتقوم بطباعتها، أو أنك تحجز فقط عن طريق الإنترنت وتسجل كل بياناتك ثم تذهب إلى منفذ البيع في الملعب وتحصل عليها وتدفع قيمة التذكرة هناك في الملعب. ولكن اليوم أعلنت الشركة أن 30% نفذت والباقي سيتم طرحه يوم الأربعاء لبيعه بطريقة اعتيادية. الزميل سمير الصوفي تواجد اليوم والتقى بعدد من الجماهير، ولكنه قبل ذلك التقى بأحد المسؤولين في شركة صلة وتحدث عن هذا النظام الجديد. الفكرة باختصار هي تحجز أو تشتري تذكرتك عن طريق الإنترنت عن طريق موقع صلة الرياضية، تشتري التذكرة عن طريق البطاقة الائتمانية. في حال ما كان عندك بطاقة ائتمانية عندك فرصة أنك تحجز التذكرة وتيجي تطبع استمارة التذكرة وتيجي على الملعب عند منفذ البيع هنا تقدم الاستمارة، بناء على الاستمارة يعطوك التذاكر اللي أنت حاجزها. طيب انا اقدر اخذ اكثر من تذكره عن طريق النت؟ لا عن طريق النت اليوزر حقك لك تذكرتين فقط، يعني لكل شخص تذكرتين. اليوزر هذا مستمر لكل مباراه ولا لكل مباراه لك يوزر؟ لا لك يوزر في الموقع خلاص، لك الدوري كامل تقدر تحجز عليه تقدر تشتري على كيفك. طيب لنفرض انه انتوا بتقول لي انتوا حاطين تقريبا 30% من مجموع التذاكر كتذاكر إلكترونية، انتهت التذاكر الإلكترونية بعد كده المتبع كيف؟ هو شوف هذه دحين فترة تجريبية، احنا بنجرب الآن الفكرة والحمد لله لقيت استحسان ممتاز، يعني ما شاء الله الآن نفذت الكمية المحددة اللي هي 30% خلصت، كل الناس حجزت ما شاء الله واشترت. فالآن 70% المتبقية حتطرح قبل المباراة بيوم عشان تتباع. هو يوم الأربعاء اللي هو يوم الأربعاء. ايوه طبعا المرحلة الأولى كذا، إذا لقينا يعني تجاوب مع الناس والناس ارتاحت في الطريقة لقيت أنه أفضل
حنزود النسبة، وكل مرة أو حتى ممكن توصل يوم من الأيام تلاقيها 100% كلها عن طريق النت. الآن نستمع إلى رأي الجماهير عن هذه الحالة الجديدة التي يعيشونها. الطريقة مرة سهلة، حجز وشراء تذكرة واسمك بياناتك وذا وعلى طول. طيب جيت ما حصلت زحمة؟ ما حصلت أي زحمة، ما حصلت أي شيء. طيب أنت مؤيد للفكرة هذه ولا تبغى الطريقة القديمة أفضل؟ لا كذا أفضل بكثير، من الزحمة والقلق والقروش اللي فيه كذا أفضل، وما تأخذ معك ثواني، أحلى شيء. تأيدها تستمر في باقي المباريات؟ تأيدها تستمر، ما في أي مشكلة. طيب أحسن من الزحمة، وأحسن وأحسن من كل شيء. راجع بدون تذكرة، إيش الأسباب؟ والله الحين رحت أسألهم، قالوا لي روح على الكمبيوتر، اطبع الكمبيوتر، احجز من الكمبيوتر وجيب الورقة حق التذكرة حقت المراجع حقت الكمبيوتر وخذ التذكرة. أنا شايب كبير ما يعرف الكمبيوتر، كيف أخذ الحصر على التذكرة؟ بس يقول لك في 70% المتبقية من الكمية هتنطرح قبل المباراة بيوم. هذا كذب، كذب، هذه كل مباراة يقولون نفس الكلام، بس كذب. طيب أنت إيش رأيك؟ أنا قبل شيء رحت النت كلها محجوزة مقفلة، يقول لي هنا قبل شيء يقول لي باقي تطرح يوم الربع. طيب ليه ما يطرحها بكره وبعد بكره؟ ايش فايده؟ طيب يقعد يقفل شبك زي كذا، ليه ما يطرحها بكره؟ طيب انت ايش تطالبهم يعني؟ اطالب اللي باقي 70% على كلامهم يطرحها اليوم، يطرحها بكره. والله الحمد لله مرتاح، والله احنا كنا نبغى زياده فكلمونا قال ما في الا اثنين، كلمناهم قالوا الحجز خلاص انتهى اليوم، ما احنا عارفين يوم الربع كيف يصير شراء تذاكر. الله ذو حقتهم التذاكر، قالوا تنزل في النت، قالوا دحين روح تقولوا في النت، رحنا ما لقينا النت، جينا دحين قالوا ما في الا من ربع، يعني ناخذ الاحد ولا اثنين الثلث ولا نجي ربع. طيب انت ايش الاقتراح اللي تشوفه او تقدمه لهم بالنسبه لبيع التذاكر؟ يا يعني يخلوها النت مره واحده، يا يخلوها تذاكر. بالتأكيد خطوة جميلة، ولو أن بعض الجماهير ربما لم تعتد عليها حتى الآن، ولكن على الأقل يعني مثل ما قالوا كثير من الجماهير في البداية أنه راحة، تجي تحجز تأخذ تذكرتك تأخذ الرقم تروح تشتريها، أو على الأقل بدون لا تروح ولا شيء، بإمكانك كنت جالس في البيت تشتري وتطبع التذكرة وتروح تتفرج في المباراة بس يوم المباراة. الحين نروح العناوين، بعدها نرجع نعلق على الموضوع هذا ونتابع الجزء الثاني بعد الفاصل. وفيه غدا وكلاء لاعبين سعوديين يجتمعون في الرياض، مدير ملعب الأحساء يرد على رئيس القادسية، الملعب زمان الاتحاد والأهلي عام 1418، 22 هدفا في الجولة العاشرة والملعب يختار التوب 5، وفريق الرياضية الفني يتوج لاعبا هلاليا نجما للجولة العاشرة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من الملعب، نرحب بضيفنا محمد ذايدي مدير مكتب الرياضي في الرياض. أهلا بك محمد. ينضم إلينا الآن من جدة الكاتب الرياضي في صحيفة الرياضي المشاكس سامي القرشي. مساء الخير سامي. مساء الله بالخير عادل، مساء عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين وعلى الزميل محمد. الظاهر اليوم الظاهر اليوم أنتم مشاكسين مش أنا. كنا نتمناك من بدري شوي، لكن هو ربما حجز الأقمار هو اللي تأخر. هذا دليل المشاكسة، شوف حتى القمر الصناعي خرب. هذول شوي يرفعوني فلقة، يعني ما خلوني بس أوقف عند الصبورة وأرفع يديني، سطحوني لين آخر 10 دقائق في البرنامج. طيب لا باقي لنا نص ساعة
سامي، هذا طبعا عشان حجز الاقمار كان مشغول وبلغناك قبلها اليوم يعني. عموما اهلا بك ونتشرف بوجودك، وانت يعني من اهل الدار كما يقول، لست غريبا. عموما موضوع جوانب اخرى، ننتقل الى حديث عن يعني بعض الامور. نبدأ اولا بالحديث عن وكلاء اللاعبين. علمنا كما قلنا لكم قبل اسبوع ان عدد من وكلاء اللاعبين ينوون التجمع والاجتماع قريبا في مع بعضهم بالتأكيد للحديث وللوقوف أمام بعض المشاكل التي ربما تواجههم مع الأندية، وأهمها بالتأكيد الحديث عن مشروع سقف العقود الذي أشغل اللاعبين ووكلاءهم في الفترة الماضية. كنا قد استمعنا لحديث وكلاء اللاعبين سابقا، غدا تقرر أن يكون الاجتماع هنا في الرياض. معنا على الهاتف ذيب الدحيم وكيل أعمال لاعبين وأحد القائمين على هذا الاجتماع. مساء الخير أبو صقر، أو صباح الخير. صباح الخير أبو تركي وعلى الأستاذ محمد والأستاذ سامي. غدا سوف تجتمعون في الرياض، هناك من يقول أن هذه هي أو أن هذا الاجتماع هو تكتل للوقوف ضد مشروع سقف العقود، هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا، أولا يعني إن شاء الله ما في تكتلات، يعني إحنا ما نتكتل على رأس الأندية حبايبنا إحنا، وما في أي تكتلات في الأمر. أمانة الاجتماع هذا يعني والله العظيم انه انا والاخ العزيز صالح الداود كنا تقريبا 8 شهور او 9 شهور او بالتحديد في كاس اسيا كانت في الدوحه. كنت اجتمعت انا وصالح في فتره هناك في الدوحه وتناقشت انا وياه في امور كثيره في مساله الوكلاء، ايش المعوقات اللي تواجهنا او اللاعبين او كذا. فحبيت انه انا وصالح انه نقوم مبادره انه نتج يعني بعمليه اجتماع دوري ما بيننا وبين زملائنا في الوسط اللي هم وكلاء اللاعبين، بحضور عدد كبير من الوكلاء. يعني في بعض الوكلاء والله نعرفهم بالاسم لكن والله ما نعرف، يعني ما قد شفناهم مثلا او نسمع عنهم لكن ما قد جلسنا معاهم ولا في وسيله تواصل بيننا وياهم. فاستغلينا انه يكون مثلا انه فرصه نجتمع مع بعض الوكلاء، نتناقش معاهم ايش المعوقات اللي شافها ذي مثلا في عمله. مثلا صالح مثلا واجهته اشياء معينه، الاخ نواف عدد الوكلاء مثلا انه في اشياء معينه تواجههم. طيب تكون مثلا مواجهه ذي برضو ذي بيستفيد من هالشيء. برضو احنا نكون مثلا انه يد واحده مع بعض، نتعاون مع بعض في امور كثيره مثلا خاصه باللاعبين او مقترحات معينه موجوده مثلا عند بعض الوكلاء مثلا في الاحتراف او في تطوير الاحتراف او تطوير الكره مثلا موجوده من ناحيه اللاعبين، من ناحيه انضباطيه، عمل مثلا برامج معينه مثلا للاعبين الانديه مثلا برضه. يعني امور كثيره يعني. لكن انا تفاجات انه الاعلام طبيعي انه اكيد انه بسبب انه ممكن ظهور الاجتماع او كذا انه بعد انه خروج عمليه سقف العقود. نعم. الان احنا يعني الان حتى مثلا قلت سقف العقود انا اتكلم على شيء على قولتهم في الهواء. يعني ما في اي شيء الان اصلا انه يعني مقر يعني معين أكثر مثلا أكثر من الاتحاد الدولي او لجنه الاحتراف في المملكه العربيه، ما في اي شيء اصلا موجود على قولتهم على الورق او مثلا مقر نظاميا او قانونيا. يعني المساله اكبر اوسع من هذه النقطه بالتحديد. لا لا لا، يعني امانه انه احنا ما فكرنا نهائيا نتناقش في هالامر. يعني لان اصلا مش يعني اتناقش في حاجه مين موجوده، يعني برضو شيء من الجنون على قولتهم. طيب ما في اي حاجه موجوده. انا بس اني حبيت اوضح انه هالامر، وعلى فكره انه برضو يعني ان شاء الله بكره انا راح يعني تشرفت انا باستضافه الزملاء عندي ان شاء الله. انا برضو ان شاء الله انه بكره انا نقترح انه يكون اجتماع دوري مثلا كل 3 4 شهور نجتمع مثلا الاجتماع هذا في الرياض. طيب. الاجتماع القادم مثلا في جده في الدمام. انه عمليه التواصل ما بيننا احنا كوكلاء في النهايه الفائده نحاول انه كل يدلي بدل وكل بفكره. طيب. نحاول انه مثلا في تطوير اللاعب السعودي او لجنه تحتر او نعم. بتطوير مثل صالح الكره السعوديه في النهايه. طيب شكرا لك يا ذيب، يعطيك العافيه. ذيب الدحيم وكيل اللاعبين، غدا سوف يجتمعون وسوف يستضيفهم ذيب عدد من وكلاء اللاعبين، ويقول الموضوع اوسع من قضيه سقف العقود. سامي. حقيقه انا معليش يعني اسمح لي اخوي ذيب من حقه يحافظ على شعرة معاوية بينه وبين رؤساء الأندية، لكن أنا عندي يعني معلومات تؤكد أنه الاجتماع هذا جاء على خلفية الحقيقة الاجتماع اللامنطقي لرؤساء الأندية واللي يحاولون من خلاله حقيقة ابتداء شيء جديد في عالم الاحتراف. نعم. في الوقت اللي هم يتحدثون عن الاحتراف والرئيس الفلاني ما شاء الله تبارك الله رئيس محترف ويؤدي عمل احتراف جيد، والرئيس الفلاني يقوم بأداء واجباته تجاه ناديه كما يجب أن يكون، وفي النهاية يطلعون لنا باختراع جديد الحقيقة لا تقر لا قوانين الفيفا ولا غيره. أنا
انضم الى صف وكلاء اللاعبين ضد ما يحاول القيام به رؤساء الأندية، لأنه ما يقومون فيه الآن أنا من وجهة نظري الشخصية آخذها من ناحية هل تجيز قوانين الفيفا والاحتراف تحديد سقوف اللاعبين، حتى وإن كانت القضية قضية كلمة شرف أو مجرد كلام خارج عن الورق وليس رسميا، لأنه بصراحة واضح أنه في ظلم أمانة للاعبين أولا ولوكلاء اللاعبين بشكل آخر يعني. طيب عموما إلى موضوع آخر، بالأمس دخل معنا رئيس النادي القادسية وتحدث عن قرار لجنة الانضباط الذي غرم النادي وأوقف إداريه عبد الوهاب الزهراني على اعتبار أنه ادعى أنه نائب الرئيس. قال أن هذا الكلام لم يحدث بالأمس وأنه استغرب تقرير إداري الملعب. معنا على الهاتف مدير ملعب الأحساء الأستاذ إبراهيم المبرزي. مساء الخير إبراهيم، أو صباح الخير. صباح النور أبو تركي، حياك الله يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام. عبر القناة الرياضية حقيقة أشكر قناة الرياضية على إتاحة الفرصة وتوضيح حقائق للمشاهد. نعم. والرأي بأعطاء كل حق حقه بالتأكيد. أنا سمعت حقيقة مداخلة الأستاذ عبد الله الهزاع. نعم. يوم أمس، وأتمنى أن يكون الأستاذ عبد الله يسمعنا اليوم. ونادي القادسية حق الأندية الكبيرة وتوجد به رجال على قدر المسؤولية. نعم. من خلال القناة الرياضية أبو تركي للتوضيح. طيب. لمحبين نادي القادسية والجمهور الرياضي بشكل عام ما حدث في مباراة الفتح القادسية في الأحساء. هو قال أنه أحد منكم كتب في التقرير بأنه ادعى أنه نائب الرئيس وأنه هذا الكلام مش صحيح، بماذا؟ نعم. ترد عليه؟ نعم صحيح. أنا أبو تركي راح أسرد القصة يعني بس مش بالتفاصيل لو سمحت لي إبراهيم عشان ما عندي وقت، حاول يعني بشكل مختصر، ولكن أتمنى الأخ عبد الله يكون يسمعنا وأقسم بالله أنه هذا اللي صار بدون زيادة أو نقصان. تفضل يا غالي تفضل. بين شوطين المباراة أول شيء احنا استقبلنا الإدارة القادسية استقبال، وهذا من واجبنا كإدارة ملعب ونحن في خدمة الرياضة. بين شوطين المباراة نادي الفتح كان عنده سحب على أجهزة جوال لجذب الجماهير، نزلوا ثلاثة من نادي الفتح من وليس أعضاء مجلس إدارة ولا مدير الكرة كما قال أنه خالد السعود نزل. وخالد السعود لم ينزل وكان أصلاً فوق المقصورة. نزلوا واحد اثنين ثلاثة أشخاص وقدام المقصورة بثلاثة متر فقط لسحب الجوائز. الأخ عبد الوهاب وقف طبعاً كنت أنا جالس تحت المضمار فوقف وقال ليش نزلتوا الأخوان؟ قلت هذا عندهم سحب الجوائز. قال أنا أنزل. قلت طيب هذا عندهم سحبة أنت بتنزل؟ أنا ما أعرف الأخ عبد الوهاب الله يعني الله الرجل أنا أول مرة أشوفه. فقلت أنت مين؟ فقال لي أنا نائب الرئيس. وأقسم بالله هذا الكلمة اللي قال أنا نائب الرئيس. فأمرت رجل الأمن السيكوريتي إنه يفتح للباب. قلت أنت نائب الرئيس؟ قال نعم. حتى الأخ عبد الوهاب كان يبغى ينزل سكرتير النادي معه. فقلت له الأنظمة واللوائح تمنع دخول فقط النائب أو الرئيس النادي أو نائب الرئيس. فقلت له أنت مين؟ وحدث هذا الكلام أمام مسؤولين في المنصة موجودين، منهم مقدم بندر عتيبي وفي ناس من نادي الفتح وفي ناس يعني موجودين في المنصة استغربوا. حتى أن الأخ لوهاب أنا استغربت منه يعني رجل يعني حقيقة في المنصب هذا وفي نادي كبير مثل نادي القادسية رفع صوته يعني علي قدام الناس كلهم رفع صوته بشكل عالي جدا. استغربت أنا كان أنا ما رديت عليه حقيقة، لكن قلت له يا أخي أنت مين؟ قال أنا نائب الرئيس. قلت تفضل انزل يعني. واستغربت رفع الصوت هذا ويعني حنا أول شيء في ملعب الأحساء وبتوجيهات من سمو الرئيس العام العتشواب والمسؤولين في مكتب الأحساء الأستاذ سهل بطين والأستاذ يوسف ميت، حقيقة إحنا نجي من وقت مبكر حتى إنه نخرج المباراة إلى بر الأمان ونخرج إحنا الفريقين. كل فريق يجي عندنا يكون عندنا زي الضيف اللي عندك يعني لازم تقدم الأحسن ما عندك. طيب يعني ما هذا الكلام ما حدث أبداً وأقسم بالله العظيم إنه الرجل قال لي أنا نائب الرئيس بالكلمة هذه. طيب عموما هذا بالتأكيد توضيحك وأنت طرف في الموضوع، شكرا لتجاوبك، شكرا لاتصالك. الأستاذ إبراهيم المبرزي مدير ملعب الأحساء. بس خلينا نأخذ تعليق سامي إذا سمحت لي عبد العزيز الناجي. راح سامي. طيب سامي أباخذ وقتك محمد كله قاعدين يعوضوني الآن. لا لا لأنه عشان بس يعني نستهلكك شوي يعني محمد. طيب. استهلكنا أنا بنريح شوي. تفضل سامي. ما في مشكلة. الآن صار عندنا روايتين. أنا أمس استمعت لرئيس نادي القادسية يقول رواية غير هذه الرواية على لسان اللي هو الزهراني أعتقد. الآن إحنا عندنا روايتين حقيقة. يعني شغلة أنك أنت تحلف يمين أو ما هذا، أنا شخصيا لا أخذ بهذا الكلام لأن إحنا نتكلم عن قضية رياضية، ما إحنا في محكمة شرعية. هذا الجزء. الآن
انت ما يحتاج تحلف، لكن لانك انت اصلا الان بسببك اوقعت العقوبه على اللي هو القدساوي اللي هو الزهراني. انا ماني عارف يعني على اي اساس يعني توقع العقوبه على الزهراني يعني قبل انه يصير في استبيان للعمليه. احنا الان امام روايتين. انا شخصيا لن اميل لروايه القدساويين ولن اميل للروايه اللي انا سمعتها قبل شويه. ولكن في كل الاحوال هو قبل شويه يقول هناك اشخاص نزلوا بحجه انه في توزيع جوائز. صحيح نعم. اللوائح والانظمه واضحه، جوائز او غير جوائز، انت عندك تعليمات بانه الاشخاص المعنيين اللي يدخلوا، انت في النهايه فتحت على نفسك باب واعطيت فرصه للقدساويين انهم طيب. يحاولوا يدخل الارض ملعب اسوه بغيرهم. طيب عموما يعني بالتاكيد هذا راي الاثنين، وليس المطلوب من احد انه ينحاز لاحد، لكن في النهايه نفتح الباب للجميع ونترك الحكم لمن يستطيع ان يحكم، لان الحكم صعب في هذه الناحيه. الملعب زمان اليوم كل يوم احد، اليوم سنعرض بما ان الديربي على الابواب، ديربي جده، سنعرض اليوم مباراه بين الاتحاد والاهلي عام 1418 وانتهت بالتعادل 2-2. هذه المباراة التي بلا شك لا تخلو من المتعة والإثارة والقوة والندية بين الفريقين، كل الأماني وكل التوفيق إن شاء الله للفريقين ولطاقم التحكيم للخروج بمباراة كبيرة تليق بسمعة الاتحاد والأهلي وعمر التنافس الكبير والعريق الذي يجمع الفريقين. والأهلي على يمين السادة المشاهدين بشعاره أو بقمصانه البيضاء، في حين الاتحاد على يسار السادة المشاهدين بشعاره أيضا الأسود والأصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. صف الحكم المباراة الدولي إبراهيم العمر، بداية شوط المباراة الأول وتسديدة باتجاه المرمى إلى عبد بسيسي. احتياط فريق الاتحاد في مباراة اليوم مشعل التركي، محمد نور وسعود السمار وجبرتي ومحمد دغريري والحسن اليامي وفهد الكلتم، في حين احتياط الأهلي فهد الزهراني، مازن بصاص، سلطان الظاهري، طلال المشعل، أحمد شلية، باسم أبو داود ووائل الجعيد. لعب كرة الآن خطيرة باتجاه المرمى الاتحادي ولكن إلى خارج الملعب، ضربة جزاء. مروان بصاص لعبها باتجاه عبد الله ريحان، عبد الله ريحان ينقلها لخريش الى الزين موسى، الزين موسى يتركها لاحمد بهجة، احمد بهجة، احمد بهجة ويسدد ويتعدي الى خارج الملعب. جميلة وتسديدة، ومثل هذه التسديدات هي اللي ترفع الى حسين محمد، الى خريش، خريش حاول يعدي، حاول يستلم الكرة بقدم لا عشان تطلع ضربة رمية جانبية ولكن تنقطع الكرة وأيضا في خطأ. هذه هجمة، هجمة سيرجيو ويسجل سيرجيو الهدف الأول الأهلاوي. سيرجيو التسديد من خارج منطقة ال 18 ياردة دائما ما يكون خطورته. سجل كرة قوية سددها على يمين حسن خليفة. شوف القاوجي اللي صنع اللعبة، صنع اللعبة وهذا سددها بيمينه قوية في الزاوية قبل نهاية هذا الشوط. ولكن طبعا الاتحاد بيحاول الإعداد للهجمة من خلال نقلات كثيرة، وبالتالي تفقد الهجمة الاتحادية سرعتها والإعداد للهجمة متى ما زاد عن تمرير. يعلن عن اللعب وأحمد بهجات يسدد كرة قوية، أحمد بهجة إلى ضربة زاوية، إلى ضربة زاوية. وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين أطلق حكم المباراة الدولي إبراهيم العمر صافرته معلنا عن نهاية الشوط الأول. كبيرة والهائلة، وهذا الجيل الذهبي الذي حقق أيضا الكرة السعودية الشيء. مروان بصاص وتزيد من جهة المرمى وتعدي وبالمرمى وبالمرمى، هدف التعادل من أحمد ماجد من تسديدة مروان بصاص في الدقيقة 7. المتابعة جميلة في الواقع، المتابعة متابعة أحمد ماجد
وتابعت احمد باجا في الدقيقه السابعه اسفرت عن تسجيل هدف التعادل لصالح فريق الاتحاد. جبرتي يبدا هجمه مرتده الان، هجمه مرتده لفريق الاتحاد من ناحيه فادي الخطيب، فادي الخطيب الى جبرتي، جبرتي لفادي الخطيب اللي بدا يتقدم وشكل خطوره مع جبرتي من ناحيه اليمين. فادي الخطيب، فادي الخطيب بالراس وفي المرمى، جول جول جول. انا جول لانه من ناحيه اليمين بدا الفريق الاتحادي يشكل خطوره من جهه اليمين، من جهه اليمين على اثر نزول جبرتي شكل خطورة مع فهد الخطيب. وشوف إعادة الهدف، شوف إعادة الهدف، هدف جميع. وهذه اللقاء الثالث للفريق وراح نشوف ايش حي تسفر عن ايش في اتجاه المرمى. جول جول من طلال المشعل، طلال المشعل، طلال المشعل 29 من زمن شوط المباراة الثانية، يسجل طلال المشعل في هذه اللحظة. أعزائي المشاهدين أطلق حكم الدولي إبراهيم العمر صافرة معلنا عن نهاية هذا اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهم. محمد، هل تعتقد أن الديربيات سيكون ممتع يوم الخميس ولا بيكون يعني أقل متعة من الديربيات السابقة؟ والله شوف ترى الاتحاد والاهلي صراحه لهم اجواء خاصه مختلفه عن اجواء الهلال والنصر، غير الديربياتين مختلفه صراحه، يعني ما زالوا يحتفظون بقيمه الديربي. اي في فيه صراحه اثاره، لا حتى الهلال والنصر لكن يعني عندك فاكهتين، ها عندك تفاح عندك برتقال، يعني كلهم جميلين الحقيقه، لكن هذه نكهه، هذا يختلف عن نكهه هذا صراحه. الديربي، الديربي الاتحادي الاهلاوي يعني ديربي صراحه شيق مثير متابع جماهيريا، حتى تلاحظ في المدرجات بينهم تنافس في التشجيع، في طريقه التشجيع، في الاتراس هنا وهنا. حتى اول كان ايام صالح القرني واعتقد نسيت والله اسم الثاني حق ذا، فبينهم تنافس، كانوا يحضروا قبل المباراه ولهم اجواء وطقوس خاصه. انا الحقيقه حضرت يمكن مرتين ديربي في الملعب، وكان اتذكر واحد من الزملاء عبد الله عظيبي اعتقد او طارق الحماد، واحد منهم قال لي، كنا في الطياره كان عندي اجتماع في الجريده، قال لي وكان بنفس الليله كنت برجع قبل المباراه، قال لي انا انصحك يا محمد لا تفوت الديربي هذا، انت حضرت ديربيات النصر والهلال احضر هذا لو مره مختلف، شوف الجو. رحت فعلا شفت جو مختلف نهائي، ورغبت اني احضر ديربي مره اخرى، ولو انا عندي فرصه والله حضرت الديربي هذا، لان صراحه ديربياتهم جميله جدا. سامي، هل ما زال هل تعتقد بان ديربي جده يحتفظ اكثر برونقه من ديربي الرياض؟ نعم، لانه وبكل بساطه يعني في سجال على مستوى النتائج، وان كان الاتحاد يمكن في السنوات الاخيره تفوق في مباراه الدوري، الا ان الاهلي كان يعوض دائما في مباريات الكؤوس والنهائيات، وبالتالي على مستوى النتائج كان مباريات كان فيه اخذ وعطاء، سجال او شبه سجال خلينا نقول. يمكن هذا الشيء اللي خلى شويه ديربي حق النصر والهلال يفقد نوع من قيمته، بحكم انه كان في تفوق هلالي على مستوى النتائج في السنوات الاخيره، لكن خارج الميدان يظل الديربيان يحتفظون تقريبا في التحضيرات في الاجواء المصاحبه يحتفظون تقريبا بنفس النكهه، لكن لا مختلفه النكهه، هذا برتقال ولا تفاح يا سامي. من الطبيعي حقيقه انه ديربي الاهلي والاتحاد يحافظ على وضعه، لانه الديربي الاعرق على مستوى المملكه العربيه السعوديه. طيب هو كل الديربيين لذيذين زين، بس كل واحد له نكهه. طيب كل واحد له قيمته. عموما فيما يخص الجوله التي انتهت ب 22 هدف، الزملاء وعلى راسهم طبعا في هذه الفقره صالح المرشد عشان ورطه واللي اختار التوب 5 مع استشاره باقي الزملاء، لكن انا ما استشار. نشوف التوب 5 لهذه الجوله.
هذه أفضل 5 أهداف حسب رؤية فريق الإعداد، تأكيد برئاسة عبد العزيز الناجي، ولكن اليوم ترك المهمة صالح المرشد أو بالأحرى ورطة. تو صالح يسألني على الهواء يقول أيهم أفضل، كان سألني قبل الهواء مو الحين، خلينا نروح لسامي اللي دائما يعني ما يتفق، خلينا نشوف اليوم يتفق ولا لا. والله أنا عندي الحقيقة احتجاج على مرتبتين. احتج أنا الثاني. أول شيء الثاني المفروض يكون الأول. طيب. لا غلط. هذا اللي كان يسألني عنه صالح قبل شوي. طيب. الشيء يعني الشيء الثاني يعني ما نعرف إيش الفرق بين هدف كاماتشو والشلهوب عشان ذاك يصير الخامس وذا يصير الرابع. بالعكس هدف كاماتشو توقيته كان أفضل. طيب. رغم إني أحب الشلهوب على فكرة. طيب لكن ما له علاقة بالتوقيت. لا بس إنه بس هذا هدف يعني صراحة في ديربي أكثر جمال يعني من هدف كاماتشو، لو كان هدف كاماتشو جميل الصراحة. طيب هي القيمة مجرد الهدف بغض النظر عن يعني وقته. لا لا ترى على فكرة دائما الهدف يعني يزيد جمال لما يكون مباراة مهمة. طيب أهم شيء إنه ما طلعنا برا بس الأفضل يعني ما في واحد كويس. لا أنا أختلف مع سامي على الهدف الثاني. أنا أرى إن الهدف الثاني المفروض يكون خارج القائمة. خارج القائمة. خارج القائمة النهائي لأنه شوف. الكعب يعني تقصد أنت؟ إيه الكعب. لا أنا لاحظت يعني الهدف يعني ما فيه التقنية العائلية ذي يعني تلاحظ. بس الكعب يا أخي. لا هو شوف ترى مو كل كعب كعب. بصراحة. يعني هذا المرمى كعب. لا شوف مو كل كعب. لو تذكر هدف مثلا الفريدي. ممكن الكعب اللي كان على طيب. أعتقد الأنصار أعتقد. طيب. زين هدف جميل فيه تقنية هذا الكرة جاية يعني تضرب كذا ورفسها رفس أنا أسميها رفس مكعب حقيقة يعني ما عليك لكن الهدف الأول أنا أرشحه مش أجمل هدف في الخمسة أنا أرشحه من أجمل أهداف الدوري في الدوري سامي بسرعة لو سمحت شفت اختلفت معه ترى حتى في الأول كويس أخوي محمد جمال الهدف في إحساس اللاعب بمكان المرمى وهو معطيه ظهره طيب عموما لاعب الملعب هذه المرة الشباب ما لهم علاقة يحولون على الفريق الفني للرياضية السعودية محللين السعودية الرياضية اختاروا لاعبا هلاليا كأفضل لاعب في هذه الجولة صالح المرشد إذا محمد الشلهوب هو نجم الجولة سامي ما فيها كلام محمد الشلهوب حقيقة سوى كل شيء في المباراة سجل هدفين طيب قاد فريقه لكن حقيقة يمكن بينه لو ما أخذ الكرت الأحمر كان ينافس هو بشدة محمد أتفق مع هذا الاختيار والترشيح ويعني صادف في مكانه شكرا لضيفينا اليوم محمد الذايدي مدير مكتب الرياضي في الرياض شكرا لك يعطيك العافيه شكرا لك اخوي عادل انا شاكر على هذه الاستضافه واني اخرج معك انت مذيع جميل الحقيقه ومريح للاعصاب لكن اكتشفت تحت الهواء انك بس اليوم انت في المود اليوم اليوم بس بالعاده ممكن لا تستمر كذا ترى ممتاز كذا اسال سامي سامي شكرا لك كنا نتمنى ان شاء الله اليوم تواجدك من بدايه الحلقه لكن ظروف الحج نعتذر لك مره ثانيه واكيد حنشوفك مره ثانيه في البرنامج ما في مشكلة ما يحتاج الاعتذار أنا من حمام الدار زي ما تفضلت قبل شوية أنا أشكرك أشكر الزميل محمد والمشاهدين شكرا لك أخي شكرا لسامي القرشي ومحمد الدايدي شكرا لكم مشاهدي الكرام شكرا لمدير التحرير عبد العزيز الناجي ولزملائه في الإعداد صالح المرشد ومعاذ الحميدي وعبد الرحمن الناصر وغازي العمري
شكرا لمخرجنا اليوم فهد العتيبي ورئيس التحرير غانم القحطاني. نلقاكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده. الى اللقاء.